مرحبا بكم. قبل 3 أشهر من الآن طرح الزميل علي العلياني قضية ليلى الكعبي التي اشتكت عبر صحيفة الوطن ويهلا من بيع والدها لهويتها الوطنية دون علمها. ليلى قالت أن معلوماتها في أحوال جازان تفيد بأنها متزوجة منذ سنوات، وأن قيدها لفتاة أخرى بعد بيعها من قبل والدها لامرأة مجهولة. ورغم كثرة الطلبات المقدمة لأحوال جازان وإمارة المنطقة إلا أنه لم يجد أي جديد لأسباب غير معروفة. نتابع الحلقة التي طرحها برنامج يا هلا في وقت سابق. اشتكت فتاة على والدها بعد اكتشاف أن معلوماتها في أحوال جازان تفيد بأنها متزوجة منذ سنوات، وأن يعني البطاقة قيدت لفتاة أخرى بعد أن بيعت من قبل والدة يعني والد الطفلة لامرأة مجهولة. اكتشفت أن بطاقتي منذ 4 سنوات أني متزوجة من قبل الأحوال المدنية. أنت ما أنت متزوجة طبعا؟ لا ليس متزوجة. نعم، رجعت إلى الأحوال المدنية ثم لازل بيحضر أبوك، ثم حاولت أحول المعاملة إلى الأحوال على إمارة جيزان، حولت على إمارة جيزان، ثم ذهبت بعد إمارة جيزان قبل لم يجد أبوي فلم يحضر فيه، ثم إلى الشيخ ولم يحضر أبدا، حولنا على إمارة تأثير ورجعت على شرطة خميس الجد، ورجعت قبل لازم إني بيحضر أبوك، ثم طلع إلى كفيل بإحضار الأحوال المدنية لم يحضر لحد الآن. رجعت بكتاب خميس مكيف 5 جلسات ولم يحضر نهائيا. طيب عموما ليلى راح نرجع نتابع معك لاحقا، شكرا لك. أنا بس بقول يعني هذه موضوع الحقيقة غريب ويدل أن الطاسة ضايعة فعلا. احنا نتكلم اليوم الأحوال المدنية، هذا مدخلي اختفى، يعني ما قال لنا ايش اللي صاير، قال بابه مفتوح مدري وشه في البداية بيكون معنا، بعدين رجع وما ظهر. أتمنى إذا يبغى يظهر. لكن هذه السيدة تاجر أبوها ببطاقتها لسيدة مجهولة. هذه السيدة ربما لا تكون سعودية، تعيش في الرياض، ما أخذ بطاقة هذه البنت اللي من جازان، ما أخذ بطاقة ليلى ومتزوجة وعايشة حياتها ببطاقة امرأة أخرى. يا جماعة طيب فين السيستم، فين النظام، فين بصمة، فين عين، فين يعني؟ الله يعلي الطاسة ضايع. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ليلى الكعبي معنا، مرحبا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى بس توضيح للرأي العام، نعيد بس استذكار القضية معك. كيف باع والدك بطاقتك والمن باعها؟ أولا اسم جمعة باع من شخص مجهول، واسم ليلى باع ملك باسم أختي. لحد الآن بطالب فيه لم يحضر. يعني الاسم أختك صار لك؟ اسم أختي صار لي، بس في النهاية زوجت بويا أختي. واسمك أنت وين راح؟ الله أعلم. انباع يعني ولا؟ أي باع اسم جمعة لشخص ثاني مجهول. شخص ولا إنسانة؟ بنت. أيوة إنسانة. أوكي، عندك خبر كيف باعه، كيف وصل لها وكيف؟ لا والله ما عندي اي خبر. طيب. عرفت من طريق الاحوال المدنيه. من مداخلتك مع البرنامج الفتره هذه وش الجديد اللي جد فيها؟ ما في اي جديد، نفس النظام الاول. كيف نفس النظام الاول؟ طيب ما انتظر الرد، حول المعامله لاحوال الرياض وما انتظر لحد الان 3 شهور لم يجيني اي خبر. كم لها المعامله عفوا؟ كم لها القضية كلها؟ كلها الحين 5 سنوات. 5 سنوات من الآن؟ أيوة. وفي الأحوال كم لها؟ في الأحوال الرياض 3 شهور. 3 شهور؟ أيوة. وما جد فيها جديد؟ باقي ما في جديد، أنتظر إلا تحت الإرشادات الدراسة. أنت في جازان يا ليلى ولا؟ حاليا في مكة. طيب اتجهتي للأمارة؟ اتجهت الإمارة قبل 3 سنوات، لحد الآن لم يرد علي أي خبر. كيف ما تجدين في تجاوب ولا تروحين ما في أي تجاوب؟ وما تقدرين تحصلين شيء من خلالهم؟ لا.
طيب إذا قضيتك على ما هي عليه، يعني ما تغير بالنسبة لك شيء؟ ما تغيرت أي شيء. طيب ليلى الكعبي كانت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.